من التحديات في النزاعات بين الجيران أن تقنع غيرك أن مشكلتك حقيقية، وإن كنت متأثرا بها عاطفيا أن تفكر مليا في مضمون وجوهر القضية وصعوبات التحدي، ومن ثم إيجاد طريقة مناسبة للتعبير عنها. غالبا لا يتجاوب الناس عندما تتحدث بشكل مبدئي عن مشكلة ما، فمن المهم إبراز مدى أهمية المشكلة بوضوح تام. مثلا إذا كان لديك خلاف على سياج شبه مكسور، فقد يكون مكمن المشكلة في أنك تمتلك كلبا يعيش بجانب هذا السياج، فإذا انهار فسوف يهرب ذلك الكلب، أو إنك قلق بشأن بعض من أغصان الشجرة على وشك السقوط داخل فناء منزلك، ولديك أطفال يلعبون في هذا الفناء، وقد يكون لديك حيوانات أيضا. فحين هبوب بعض الرياح الشديدة ستكون هناك فرصة لتعرض أحدهم للإصابة. فتوضيح هذه الحقيقة لجارك بقولك أن لدي أطفال صغار يلعبون في الفناء الخلفي، وأنك لا تستطيع مراقبة الطفل على مدار الساعة، وتريد الاطمئنان على أطفالك يلعبون وليس هناك من خطر عليهم لتعرضهم لإصابة جراء سقوط أحد أغصان الشجرة أو شيء من هذا القبيل. ابدأ أولا بذكر أهمية هذه المشكلة بوضوح، وما الذي يدعوك للاكتراث بأمرها، وإنها مسألة مشتركة. ربما يمكنك التوضيح والتأكيد لجارك على أن هذا السياج المكسور لا يؤثر عليك وحدك، وله تأثير فعلي عليه هو الآخر. أم غصن الشجرة المكسور إذا سقط وأصاب أحدهم نتيجة عدم اعتنائه بها؟ عليك توضيح هذا الأمر أنه في غاية الأهمية لكليكما وليس لطرف واحد. أحياناً قد يكون هناك أناس لديهم مشكلة ما لا يراها أي شخص آخر على أنها مشكلة. من الضروري في هذه الحالة مساعدة الطرف الآخر على فهم مدى أهمية هذه المشكلة بالنسبة لك، ومدى تأثيرها عليك، وما الذي تمثله بشكل فعلي. وفي الغالب عندما لا يفهم شخص ما مشكلتك، يرجع الأمر إلى الطريقة التي استخدمتها في شرح الموضوع. لذلك فالأمر أحياناً يتعلق بمدى قدرتك على أن تكون واضحاً، وليس بمدى شدة انفعالك في توصل ما تريد أن توصله إلى الآخرين، وما تمثله هذه المسألة بالنسبة لك. وفي بعض الأحيان وضوح المحادثة بشأن مشكلتك يجعل الشخص الآخر يبدأ في الاهتمام بها. إنها ليست مسألة إقناع لجارك، بل هي إتمام للعمل، سواء كان الأمر يتعلق بسياج أو بغصن شجرة. فالهدف واحد، وهو عدم تسبب كل طرف في إزعاج الطرف الآخر. وفي الواقع إن كان الطرفان يدركان المشكلة وعلى دراية بما يحتاجاه، فسيكون الأمر بسيطا يحتاج للتنسيق لإتمامه.